أهلا بحضراتكم من جديد، أسعدتم أوقاتا. لا زلنا مع حضراتكم في إطار هذه المتابعة للقطات الحية التي تريدنا على الهواء مباشرة من مناطق ومن محافظات مصرية مختلفة، من الأسكندرية وحتى أسوان، من جنوب سيناء إلى القاهرة. هذه اللقطة التي نتابعها مع حضراتكم على الهواء مباشرة لعدد كبير، والصورة ربما تغني عن ألف كلمة. هذه السيارات التي ربما تتنافس مع بعضها البعض في إطلاق أبواق الابتهاج من سياراتها، متجهين إلى طريق النصر إلى المنصة شرقي القاهرة للمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي تنظم في هذه الأثناء وربما تمتد حتى ليل هذا اليوم لإعلان تقديم الدعم وإظهار قدر من الالتفاف حول الوطن، حول قضايا في هذه اللحظة التي من فك المصريون يصفونها باللحظة التاريخية والمفصلية. هذه اللقطات التي فيها العدد الأكبر من السيارات متجه مباشرة إلى طريق النصر، حيث المنصة التي ستستقبل هذه الاحتفالية الكبرى التي بدأت ما بعد أداء المصريين لصلاة الجمعة، وربما حتى أولئك الذين لم يذهبوا إلى صلواتهم لاعتناقهم دين آخر إنما توجهوا مباشرة أيضا تزامنا مع هذه اللقطات إلى المنصة، حيث الاحتفالية الكبرى التي تنظم في هذه الأثناء. الأعلام التي ترفرف من أعلى السيارات يحملها المواطنون صغيرهم وكبيرهم، فضلا عن السيارات التي تعتلي الكباري والجسور متجهة أيضا إلى حيث قبلتها ووجهتها إلى شرقي القاهرة إلى طريق النصر طريق الأوتستراد، حيث الاحتفالية الكبرى التي سنظل أيضا مع حضراتكم في إطار متابعة مستمرة لها. السيارات بمختلف أحجامها ومختلف شرائح راكبيها يتوجه مباشرة إلى طريق النصر إلى المنصة حيث المشاركة في هذه الاحتفالية. سنبقى مع حضراتكم أيضا في إطار هذه المتابعة، نترك حضراتكم للحظات مع هذه الصورة لنسمع سويا الصوت الآتي من المصدر.